مساء الخير واهلا وسهلا بيكم، يوم جديد وحلقه جديده، وهفضل اقول لكم كل سنه واقول لكم طيبين لحد ما يوم راس السنه يجي. خلاص ايام احتفالنا بالكريسماس، وخلاص ايام على راس السنه، وان شاء الله تبقى سنه جميله علينا كلنا. تصل معايا اكتر صفاتي على الفيسبوك امينه شلبايه، وعلى الانستجرام اندرسكور امينه شلبايه. النهارده هنبدا باخبار التقاليع اللي في الموضه، حاجات غريبه جدا نختم بيها السنه، هي تقاليع 2017 2018. وانتم عارفين طبعا التقاليع مدتها في الموضه بتبقى قليله جدا، فالنهارده هنشوف شويه تقاليع ل 2017 2018. بعد كده هيكون فقره خليكي احلى، والنهارده معانا هاجر. هاجر تواصلت معانا على الفيسبوك وقالت لنا ان هي مشكلتها ان هي معزومه في راس السنه في حفله في البيت، وهي فعلا مش عارفه توضب نفسها ازاي، مش عارفه تلبس ايه، مش عارفه تعمل ايه. وعايزه اقول لك برده جديد، فاحنا قلنا في السريع كده بمناسبه راس السنه ناخدها ونظبطها وهتكون معانا. طبعا ضيوفي اللي اشتغلوا عليها خبير الميك اب محمود مرشد، مصفي الشعر محمد يونس، والستايلس امل بكر، وبجد هما بيوضبوها جوه، هنشوف اللوك اللي هيعملوه مع بعض. هتنورني بعد كده دكتوره ندى رضا، استشاري الامراض الجلديه وعلاج التجميل بالليزر، وعضو الكليه الاوروبيه للتجميل والجراحه في عياده جولييت. والنهارده بقى يا ستات هنتكلم على حاجه كل يوم بتكلموني وتفلقوني عليها، هنتكلم على تساقط وسقوط الشعر. الاول هنفهم يعني ايه تساقط ويعني ايه سقوط، الاسباب الداخليه الاسباب الخارجيه، وهنتكلم على احدث التقنيات اللي ممكن تساعد في حل المشاكل دي. وطبعا كل يوم ناس بتصل بيا تقول شعر بيتساقط شعر بيتساقط، فارجوكم انتبهوا للفقره دي. واخر فقره لو في وقت اكيد الاسئله والاجوبه. خلونا نبدا على طول بالتقاليع في الموضه، وهي غريبه جدا. اول حاجه خالص يا جماعه الضوافر. طبعا احنا بقالنا فترة طويلة جدا الاهتمام بالاظافر والاظافر والوان والوان، بصوا ده بقى ايه رأيكم؟ ده فرو، فرو بيتلزق من المعزة، اوكي؟ وبيتباع والبنات بتعمله، اوكي؟ دي تقاليع استحالة هتدوم، بس هي التقاليع بتبقى موضة لفترة وبعد كده بتروح، بس أنا شايفاها دي قوية جدا، وفعلا في بنات كتيرة ابتدت تعمل ايه الموضوع ده؟ وموجودة. طبعا تقليعة تانية هي للفترة دي اللي هو الرسومات بتاعة كريسمس، الأخضر الأحمر، بيرسموا كمان سنومان، دي طبعا هو بص عاملين، بس دي حلوة بمناسبة كريسمس وكده، وهي تقليعة برضو هتاخد لها طبعا الشهر ده وخلاص. بس دي الضوافر بقى لها أهمية قوية جدا، بقى في بيوتي سالونز بس معمولة للأظافر، طبعا بره موجود الكلام ده من زمان، بس في مصر دي مؤخرا ظهر الحاجات دي، والناس بتروح زي ما بتعمل شعرها بس تعمل ضوافرها وألوان ورسومات وكده، زمان كان بس الوان وخلاص. التقليعه الثانيه مقبوله وهي فتره وهتروح، بس التقليعه الاولانيه دي صعبه شويه. الايلاينر. الايلاينر طبعا عشق المصريات والعرب عموما، احنا كمصريات الايلاينر شيء اساسي بالنسبه لنا، والايلاينر المفروض علشان يسحب العين ويحليه. كان ظهر الكات اي وكان بقاله فتره، لكن دلوقتي الايلاينر عرض جدا، بقى على شكل مربع وعلى شكل اسطوانه، وانا متهيالي التقليعه دي كمان يا جماعه مش قصه على حسب شكل عينك، لا هو عيون صغيره زي ما انتم شايفينها وعاملينها. دي موضه جدا، انا مش شايفه انها محليه قوي، لان دايما الايلاينر احنا بنقول الرفيع للعيون الصغيره، العريض للعيون الكبيره، لكن واضح انها ان، واضح انها موضه، ودي ممكن موضه تفضل شويه، واحنا بنتقبله حتى لما بنقعد نقول لا مش عاجبني مش عاجبني، لما ناس كثيره قوي بتعملها في الاخر بنتقبله، وهي تقليعه هتفضل شويه متهيألي. التقليعه الثالثه او الرابعه الشرابات. هتقولي ايه شرابات ايه؟ شرابات مرسوم عليها كرتون زي ما انتم شايفين، او نقشات، او شرابات عاديه خالص يعني مش لازم حتى بنقشات، وتتلبس على احذيه او صنادل زي ما انتم شايفين او احذيه، اوكي؟ وعلى فكره هتقولي طب الدنيا برد، ممكن كمان تعملي ايه؟ بتلبسي قلان عليه سواء اوباك او قلان عادي خالص فوال، وتحطي الشراب اللي فيه نقشات او شراب عادي خالص، ودي هتبقى قويه قوي في 2018، يعني بقت الشتاء هتلاقوا ناس كتيره عاملين اللوك ده. اللوك برضو اللي غريب جدا اللي جاي ده الشفايف. هتقولي ايه كبرت؟ طب ما احنا عارفين. طب صغرت؟ لا، الشفايف بقت سبايكي. طبعا دي هتناسب جدا شفايف الصغيره، لكن لو حد شفايفه كبيره انا ما اعرفش هتبقى ايه، انا برضو دي انا مش فاهماها خالص، يعني انا لو عملت حاجه زي كده احس ان روش طلع بره، بس هي لوك وموضه وتقليعه زي ما دايما بقول، يعني انا شايفه دي شبه الكلاون اصلا، شبه البلياتشو، بس ما علينا.
برضو انا ما اظنش دي انها هتستمر كتير. هي بس تقليعه وطالعه يمكن تبقى على الران واي شويه، يمكن الناس الفانكي بزياده عن اللزوم يعملوها، لكن ما اظنش انها هتستمر. الحواجب، الحواجب بقى يا جماعه تركب فيها مسامير، يعني بدل ما نعمل حواجبنا نركب مسامير. يعني ايه؟ هتشوفوا الصوره دلوقتي، وده في الرموش، انا مش قادره افهم ده ايه. ده في الرموش يا جماعه، فين وجه الجمال في ده؟ انا ممكن اشوف ان ده برضو ممكن يتعرض على الران ويز في ديفيليه لدماغ مصمم عايز يعمل حاجه، لكن اكتر من كده انا مش قادره اتقبل حتى التقليعه دي. زي ما انتم شايفين على الحواجب ميتل، اوكي، حديد. انا مش قادره افهم التقليعه دي خالص، بس اهي موجوده. طبعا يا جماعه احنا مقفورين فيها، لكن ان انتوا هتلاقوا بنات بتجيب بدل الحواجب مثلا زي الصوره الاخرانيه الرابعه دي اللي على الجنب، بدل ما بترسم شعره بتركب ميتل. ومش بس كده، طبعا احنا متعودين على الحلقان اللي في الحواجب، لا دلوقتي بقت الحواجب كلها عباره عن حلقان، لكن البيرسينج ده احنا عارفين. اخر تقليعه معايا النهارده، ودي برضو بمناسبه كريسمس وراس السنه، ان البنات دلوقتي بترسم على حواجبها شجره كريسمس، اوكي. انا مش عارفه يا جماعه، هو خلاص احنا خلصنا خالص ان احنا نبقى شكلنا حلو، فاحنا عايزين يبقى شكلنا ملفت؟ انا ابتديت اقتنع بكده، ان خلاص ما بقاش في حاجه تانية نعملها في وشنا عشان نكون شكلنا حلوين، فنبقى ملفتين عشان نبقى حلوين. انا مش عارفه، بس دي برضو تقليعه لكريسمس، ان احنا نلونه على شكل شجره كريسمس. هو دي التقاليع او اغرب التقاليع لنهايه 2017 بدايه 2018. وزي ما دايما بقول لكم، التقاليع هي بتاخد مده وبتروح. في تقاليع بتبقى مقبوله زي الايلاينر، زي الشراب، لكن هي برضو بتاخد وقتها وبتخلص. ايه رايكم نروح لفاصل ونرجع لكم تاني على طول؟ رجعنا لكم تاني، وزي ما قلت لكم فقرتنا النهارده هي فقره خليكي احلى. زي ما انتم متعودين دايما بتتواصلوا معايا على الفيسبوك، وبنختار واحده منكم وبنعمل لها نيو لوك. المره دي احنا اخترنا واحده سريعا لان هي بعتت لي، وكان هي هاجر نفسها تعمل لوك جديد في راس السنه. هاجر معزومه في بيت فمتلخبطه، هي تلبس سواريه، تلبس كوكتيل، تعمل شعرها ازاي، عايزه تغير، نفسها تغير. هي ان شاء الله هتكون معايا، وحابه ارحب بضيوفي اللي عملوا لها بجد انا متاكده لوك حلو، مع اني ما شفتش النهايه. ارحب بالستايلس امل بكر. مساء الخير يا امل. مصفف شعر محمد يونس. مساء الخير يا محمد. وخبير الميك اب محمود مرشد. مساء الخير. انا لسه هشوف اللوك معاكم، انا شفت الطراطيش. ها اخبار اللوك ايه؟ لا حلوه. هلا هتشوف هلا هشوف. طيب يا جماعه، لو اي بنت بتتفرج علينا دلوقتي نفسها في لوك لرسانة، اوكي، تبدا بايه من وجهه نظركم كده؟ هل تبدا بالميك اب تفكر هتعمل ايه؟ تبدا بالشعر؟ تبدا بالهدوم؟ تبدا بايه؟ كل واحد يقول رايه. طبعا لا، هي من وجهه نظري طبعا لا، هي تبدا هتلبس ايه؟ هتلبس الاوتفيت بتاعها ايه الاول؟ عليه بقى كل حاجه، بعد كده بتشوف اللي هيليق معاها. هيليق معاها. انا بقيت كده 100% على اساسه. طبعا بدنا نشتغل احنا على اساس اللبس اللي هتلبسه على كريسمس او نيو يير. بنشوف شو لبست، شو اللون اخترته، كيف الدريس اللي هتلبسه، وكيف انا عايزه اخدك. انت عارف في بنات بتعمل ايه يا محمد؟ والله تقول لي انا شعري صبغته احمر، انقي فستان لونه ايه؟ ما بهزرش مرشد بجد. انا السؤال ده صح؟ صح طبعا، بتحصل كتير طبعا. طب مرشد ايه؟ هو طبعا اكيد اللبس هو اكشولي هيبقى الفكره هي المسيطره اكتر. هي الفكره بتاعت اللوك كله هيبقى عامله ازاي؟ طبعا اول حاجه بتبقى فيه طبعا اللبس والشعر، وبعد كده الميك اب. طيب مرشد، بالنسبه لك لو واحده عايزه تغير حاجه بسيطه في راس السنه في اللوك بتاع، حتى لو عملت هي ميك اب في البيت، ايه اكتر حاجه ممكن الناس تقول انت عامله ايه في وشك؟ ايه الغريب بالنسبه للميك اب؟ بص، هو في اكتر من حاجه نقدر نعمل البنت تقدر تستخدمها او تبقى فكره بالنسبه لها لراس السنه تخليها بتكوب مع راس السنه. يعني
ايفنت لراس السنه كريسماس تري يعني الالوان الخضراء يعني اللون الاحمر لو قدرت توظف اي لون من اللونين دول في الميك اب سواء اذا كان روج احمر لللبس وهي مثلا عمرها ما حطت روج احمر وهي ممكن هي مشكله اللون الاحمر ان هو كل بنت بيليق عليها اللون الاحمر مش ما بيليقش بس كل بنت بيليق عليها شيد معين من الاحمر صح ده حقيقي ولكن كل البنات بيليق عليها الاحمر هي لازم تلاقي الشيد المناسب للاحمر عشان يطلع شكله حلو حط ممكن شويه اي شادو بسيطه كده اخضر شجره كريسمس يعني شجره كريسمس هتعمل الوجه رمز من الرموز طب يونس ايه لو تعمل ايه برضو عارف لما واحده تخش ايه ده عارفه غيرت في نفسها ايه تاني المفروض اذا كان شعرها مثلا قصير شوي ممكن نعمل اكستنشن ان الهير توك نطول شوي الشعر نعطيها كلر خفيف شوي على زيتي مثلا رماديات شوي صغيره الشعر طبعا بيختلف عن الميك اب لانه الميك اب فيه يلعب فيه كتير بالالوان بسرعه طب لو واحده عايزه حاجه سريعه مش عايزه توتال نيو لوك عارف بنات كتير هتصرف ممكن نعمل كلر خفيف نحن كلر خفيف هو الكلر اكتر حاجه بيبدل ما هو يا اما تغير يا اما بتقص ويمكن بتقول لك مش حابه اقص انت خلاص تعقدت ها تعقدت موضوع القص اي واحده تقول لها تقص مش عايزه نركب اكستنشن بقى نطول بقى عشان نقص طب امل بالنسبه لك انت ايه اكتر حاجه برضو ممكن تغير لها الستايل بتاعها تحس انها عملت حاجه جديده السنه دي طبعا الفرو متصدر المشهد قوي يعني طبعا انا في الاول بقول ان الاوتفيت او اللبس هو اللي بيبروز البنت صح ده حقيقي يعني ازاي هي تعرف تخفي اي ديفوهات في جسمها بيه وتظهر احسن حاجه فيها فتبقى مرتاحه تبقى واثقه في نفسها ففي الوان معينه بتليق السنه دي مثلا من ضمن الالوان النبيتي وانا بشوف ان درجات النبيتي باختلافها بتحلي في البوادروز اللي هو ده برضو بيدي جمال يعني تختار حاجه من الوان الموضه كده تختار حاجة من الألوان الموضة وبيفضل برضو الأسود مع البايات أو مع الستونز أو بيفضل هو السيد الموقف بصراحة طب إيه رأيكم نشوف صورة هاجر البيفور بتاعها وعايزاكم برضو كل واحد منكم تقول طب خلينا طالما الصورة بتطول أنت أمل أول هاجر إيه العيوب اللي بجسمها وإيه المحاسن إيه اللي كنت عايزة تبرزيه إيه اللي عايزة تخفيه أول ما جات لك هاجر اول لما جات لي هو جسمها تيبيكال ايجيبشن بودي يعني عندها شويه تراكمات دهنيه في المنطقه بتاعت الارداف بالظبط فكان لازم ان احنا نختار لها حاجه ما تضخمش المنطقه دي بالنسبه لها جسمها حلو ووشها هيبقى لطيف فاختار كيوت وسنها طبعا يساعد فاخترت لها اربع حاجات احنا مش عايزين اختارنا ايه احنا هنتكلم في الاختيار بس انت اكتر ديفو شايفاه ان هي يعني هي تخينه على بعض يعني هي متقسمه متهيألي يعني هي ما عندهاش لا ما تقدرش تقولي عليها بس تحت اكتر من فوق بالظبط انت حاولتي تخبي جسم الكمترا يعني الكمترة. اللي هو الانثوي فالمفروض ان ده بنبرز احلى حاجه فيه ونخفي التراكمات طيب يونس لو نقرب حاجه للشعر شويه نجيب صوره للشعر اول هاجر شعرها خفيف تقيل اتصدمت اول ما شفته قلت مش عارفه اطلع حاجه اتكلمه يا جماعه لا لا خالص خالص انا بالنسبه لي الشكل البادي ده او الشكل هو نفسه لازم عندي عيوب لازم انا اغطيها لازم بصراحه اول شيء الشعر قصير على خفه الشعر على البادي نفسه لازم يكون الشعر اطول طبعا يغطي الكتف تحت الكتف شوي تقله شوي اعمل كلر مختلف شوي لانه برضه الشعر لما يكون طويل طب استنى دي واحدة انت حاسس ان انت كنت عايز تولعها شعرها علشان جسمها طبعاً هتحس ان هو لو قصت هيبقى دماغها قد كده عندي كتفين عريضين كتفين عريضين فعلا وعندي برضه رقبه شوي عريضه وبرضه عندي خدود هذا كله لما يكون الشعر طويل ما بيبرز هالامور هذه بيغطيها اكثر طبعا بيعطيها شكل احلى يعني بعطيها شكل انوثي اكثر بالضبط بلس انه هي عندها لون واحد يعني كلر واحد كثير مهدي انا بدي شوي تكون مرنه اكثر يعني
طب مرشد لما شفتها برضو اخبار بشرتها ايه الحاجات اللي انت قلت هتفوكس عليها، الحاجات اللي عايز تخفيها؟ بص يا مينا، زي ما محمد وامل قالوا كده ان هي فعلا عندها شويه وزن زياده وده باين في وشها شويه. الفكره بقى اكتر حاجه، دايما ربنا بيبقى خالق كل البنات مهما كان عندهم ديفوهات عندهم حاجه حلوه قوي بتبقى موجوده. فانا طبعا شفت عينيها خطيره جدا، شكل عينيها وحواجبها الاي يونت كله شكله حلو قوي، فعملت فوكس عليه شويه وركزت عليه. وبالنسبه للوزن الزياده اللي في الفاتس الموجوده في الوش دي طبعا بالكونتور بتروح، انت هتشوفيها دلوقتي مش هتصدقي انها لا رفعت بقت وشها بقى رفعي بقى رفعي انا بقى رفعي وشها. فبنقدر نعمل كونتور، بنقدر نسيطر على كل المشاكل دي. بس هي عينيها شكلها حلو قوي وخدودها كمان حلوه، كل تشيك بونز عندها كويسه، بس هي زياده شويه الفاتس فمغطي الموضوع. بقول لهاجر تخس، هي لو خست هتبقى حلوه قوي البنت والله العظيم، حاسه جسمها يعني بدها بس شوي صغيره 10 كيلو لا كتير كمان كتير، يمكن 7 حلوين 5 حلوين هيفرقوا معاها طبعا. طب ايه رايكم نشوف هاجر؟ يلا نشوفها. اتفضلي هاجر. انا مش هتكلم بقى، انا عاجبني، خلينا نبدا. هاجر انت واقفه، قربي شويه هاجر علينا، قربي شويه كمان كان لفي بقى للكاميرا يا هاجر كده، واحنا هم حافظينك، لفي للكاميرا يا هاجر. ايه اللوك الحلو ده؟ خلينا نبدا عشان نجيب هاجر تقعد معانا. خلينا نبدا بامل. امل انا شايفه الفستان غطى كل حاجه. وخلي بالكم يا جماعه اللي اتفرجوا على تي في، الكاميرا بتتخن 5 كيلو، اوكي؟ فعلا. هاجر سوري امل، كلمينا بقى ليه اخترت لها ده؟ اولا الالوان بتاعته مع طوله، مع الحته دي واسعه، الوسط متقسم، فده هيديها يعني هيبرز احلى حاجه فيها. اوكي. واخده بالك؟ فكمان الاكمام، الاوتفيت كله على بعضه فاشنبل. انا شايفه ان احنا غطينا كل الارداف، بينا لها وسطها كويس قوي، حتى دراعاتها المليانه حته بس. لفي كده يا هاجر، لفي كده حبيبتي. اوكي يعني اوديكوا لو نجيب الصوره البيفور اكتر بحيث ان احنا نقدر، ولا مش هينفع؟ ما قدامنا، انا عايزاها بالطول. اوكي. والحزام ده موضه جدا السنه دي. بالظبط بالظبط، التو باكلز جنب بعض يا جماعه، جنب بعض. اوكي مش نافع نجيبها بالطول. طيب هاجر تتفضلي معانا، اتفضلي. هتعرفي هاجر ولا علي عليك اساعدك؟ شكلك اتغير، شكلك اتغير. هاجر قولي لنا اخبار اللوك ايه؟ اول حاجه بس انا بحب طبعا اشكر حضرتك جدا، ميرسي على ايه؟ ما تاخرتيش عليا خالص ان انت يعني قبلتي الريكوست بتاعي، و انا طبعا مش عارفه اقول لهم ايه. خلينا نمسك واحده واحده، بس هو ايه عايزك تلفي كده الكرسي. انت متوتره ليه؟ ايوه انت متوتره ليه؟ اهدي اهدي، انت راحه راس السنه، انت راحه راس السنه، اقعدي. اوكي خلينا نبدا حاجه حاجه كده، وبعد كده اللوك بتاع الفستان. انت كنت عايزه حاجه تانية صح؟ انا كنت حابه قوي الزيتي القطيفه، ممكن توريه لها؟ شايفه ان هو كان تحفه، والحركه فيه يعني حاسه ان هو يونيك مختلف قوي وعجبني. طيب اقتنعتي؟ جدا. طب ليه الزيتي انت كنت شايفاه مش هينفع معاه؟ بصي مبدئيا الفلفت بتضيف وزن، خصوصا ان هي عند الوسط في كشكشه كتير، فكانت دي هتضخم المنطقه اللي احنا اساسا عايزين هي باينة نخفيها. دي طبعا هو في زي ما قلت لك الفرو ده موضه قوي ان هو يدخل مع الجلد، يدخل مع القطيفه. بس لما بصيت لها حسيت لا ان هو انا متهيالي برضو النتيجه. وان الطويل احلى عليكي، طويل احلى عشان منطقه الفخاد برضو ده وده، لا حسيت ان ده فعلا مبين رسمه الجسم اكتر. يعني بما ان ميرسي كلكم اتكلمتوا على انها خسه، حاضر. اوكي بس يعني ان هو مداري اولدي فوق شويه من اللور، الجزء اللي هو اللي تحت، ويعني حسيت انها ساتيسفايد قوي كده، كنت مبسوطه قوي. هنرجع تاني الامل، بس خلينا نتنقل ليونس. يونس انت غطيتي شعرها، لو ممكن نشوف بقى الصوره البيفور يا جماعه والنبي حطوا لي الصوره. لا انت غطيتي شعرها وطولته وعملت كلمنا بقى شويه.
مبدئيا لما شفت انا طول الشعر كان كثير ازعجني الطول. زي ما قلت لك الكتاف شوي عراض، قلت انا اطول الشعر شوي، انا اعطيها شويه ديجارديه باللون من اغمق لافتح لافتح لافتح، ايش مع شويه قشاط، يعني اللون اللي عامله انا طبعا ما في احمر وهذا شيء كثير حلو، لقيته راح على وشها اللي بيقلى كثير، بلس انه ما لعبتلاش بالروتس ابدا، انا عملت اللون زي ما هو من فوق، اخذت من الهيرتوك اللي ركبته، غمقت افتح افتح، لقيت الشعر كثير طالع عليه حلو، اخطر من الغامق. طب يونس قول لي حاجه، ده موضه؟ لا يا جماعه ممكن تجيبوا لنا الصوره، انا مش عارفه ايه المشكله النهارده، انا عايزه الصورتين جنب بعض، عايزه ابين شعرها يا جماعه، بينوا لي بقت شعرها، بينوا لي بقت شعر هاجر وهي قاعده. هو ده كل شعري، هو ده كان كل شعري. يونس قول لي حاجه، هو التدريجه دي موضه؟ طبعا التدريجه طبعاً دي موضه، طبعا طبعا، بالعكس كتير موضه، ده مش بس بمصر ولا بلبنان ولا بالشرق الاوسط، كل العالم انه الالوان بقت هيدي كثير ديرجي، اغمق افتح 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 لحتى الفاتحه جدا زي ما شايفها على الطرف تحت فاتح من فوق اغمق، وده طبعا بيتركب بطريقه كثير سهل، ما بيعذب ولا بيكسر الشعر ولا بيكسرها للشعر المتفكيه. ده التيك تاك، ده اللزقه، الهير توك، الهير توك مرشد انت ما عملتلهاش اخضر، انت عملتلها ازرق ولا ده اخضر؟ لا ده اخضر، مش عارف ازاي طالع ازرق هنا. ازاي طالع مزرق كده؟ لا هو عشان اللون جلاتري شويه فالريفلكشنز زياده قوي، فواضحه من اللايتس بتاعت الاستوديو انها ممكن تبقى على بلو شويه، بس هو اخضر، كان اخضر. طيب والله مرشد انت ما حرمتهاش حاجه من راس السنه، يعني احمر انا حاطط لها، انا حاطط لها راس السنه كله، انا عشان الناس كلها تبقى فاهمه ان احنا نقدر نحط لبستيك احمر، كنت لسه او تحط جرين في الاي شادو، يا تحط ده يا تحط ده، او تحط الاثنين اذا كان بيليق عليها. طب مرشد عايز اسالك حاجه، هل احنا لسه بالفكر بتاع زمان ان انا مثلا يا اما اعمل عيوني جامد قوي يا اما اعمل شفايفي، ولا ممكن ميكتشر زي ما انت عامل؟ هو طبعا ده بالانس في الميك اب، بالانس في ملامح الوش، لكن دلوقتي نو رولز فور ميك اب خلاص، يعني اللي عايز يعمل اي حاجه يعملها، ممكن بتبقى لايقه عليها اوقات واوقات ما بتبقاش لايقه، بتبقى اوفر شويه، كل واحد على حسب شخصيته وعلى حسب البنت، اذا كانت شخصيتها مجنونه، اذا كانت منطلقه، اذا كانت هاديه، هي بتعمل اللي هي عايزاه اللي لايق على الشخصيه نفسها. طب انت اخبار الميك اب، يا عمرك عملتي ميك اب كده في حياتك؟ عجبك مش امانه كده؟ جدا جدا جدا، اول ما خدت لبستك من حد انت عملت فيها كده، انت هتحط احمر؟ لان انا ما عنديش جرأه خالص ان انا استخدمه نهائي، يعني بخاف منه، لان انا اصلا عندي يعني اللي هي البومبي لابس اوريدي فلاج، اصلا الناس بتحقن عشان تعمل كده، ده انت عندك شغف تجنن، بحاول ادري الموضوع. لا العيون برضو عجبتني قوي، حسيت ان هو كان في سبيس كبيره كده، هو عمل حاجات كتير قوي فيها. لا الميك اب عجبني، بهرني، وعمري ما كنت اتخيل نفسي في اللوك ده، في اللوك خالص مستحيل. شعر كنت متخيل نفسك بشعر برضو فاتح كده؟ هل كان هيبقى عندك جراءه انا عاوزه تعملي بلوند؟ هم كلهم تعبوا معايا وبجد ميرسي، وانا مش عارفه اقول ايه، مش لا ما احنا عايزين واحده واحده بس، خلينا اللي انا عايزه اقوله فعلا، الشعر ده احلى حاجه حصلت لي حبيبتي، عشان توي ده احلى حاجه تعبتني اكتر من الميك اب، انا كان نفسي يطول قوي، كان نفسي يطول قوي. طب عايز اسال، عندي مشكله. طب هاجر قولي لي، عمرك في حياتك عملتي الاشقرات دي او لا؟ يعني تقريبا كان من سنتين، بس برضو كان اللي هو الهايلايتس، فاكره لما احنا اتكلمنا في الحوار ما كانتش برضو بالشكل ده، يعني انا مبسوطه، يعني عارفه لو بحركك الله لدرجه امبارح، يعني الناس اللي شعرها طويل دي بتحس بايه؟ يعني بتبقى كويسه ده انت حقتلها حلها. ايوه انت مش عارفه شعر هاجر في عندي بروبلم كتير كبير فيها، انه عندي بيبي هير كتير، بيبي هير كتير. البيبي هير كتير ده مش باي طريقه فيك تتعاملي معاه، ولا اي اكستنشن ولا اي نوع تركيب شعر الا انواع معينه، مشان ما كسرلاش الشعر، مشان الجمهور يعرف انه البيبي هير اذا انا بركب باي طريقه تاني او بعمل اي كلر تاني على البيبي هير ممكن كسره لمده سنه كامله ما يطلعش. فانا برضو كنت رحيم معه ورحم له شعره، مع انه هي شويه صعبه كانت معايا، بس مش مشكله، هي تقبلتني هو جدا. ودايما الشعر بيبقى لي خناقات. لا لا غير كده، في موضوع لازم برضو الناس تعرف، انه لما يكون عندي هير بيبي هير كتير ما اقدرش اصبغ زي ما انا عايز، فبضطر اشتغل بالشعر المستعار اللي هو الهير توك الاكستنشن بلا بلا الى اخره. ليه؟ مشان بقى
ما اقدرش احط اكسجين قوي اغير فتح كتير الشعر ده بيتكسر حرام انا كده بموت له جيل كامل مش هناك عملت ديجرادي خليت اللون من فوق غامق على طبيعته زي طبيعي ده طبيعي الشعر اصلا ما مسكتش الصبغه فوق خالص أوكي. ابدا بلشت بالاكستنشن المركبه بالارتكل المركبه زي ما شايف حضرتك درجته ايوه عملت ديجرادي على طول ومن على تحت غير شكلها غير نفسيتها كانت كتير مبسوطه ما بيني خبرتش كانت مبسوطه جدا لما بس اول ما طولنا الشعر زيك زي اي صبيه بالعالم كله بتحب تطول شعرها هيدا حلمنا كل بنت انه اليوم تغمض عيونها تفتح عينها عندي شعر طويل هيدا كان صعب هلا موجود يعني بصراحه بربع ساعه نص ساعه واللون اللي انت عجبك الناس كلها عجب اللون هيدا انا متاكد انها تعجب اللون انا ما كنتش متخيله عليها اللون ده خالص بس لما صورتوه وشفته لا انا عاجبني جدا حبيبتي كان في برضو لوك تاني اللي هو ده هو مظبوط اوكي صح هاجر ده كان عاجبك صح ما اقتنعتيش بيه ليه في الاخر علشان اللي انت قلته عليه خلاص هخف احنا كانت هاجر كانت هتلبس ده يا جماعه اوكي وبعد كده وخلاص كانت مصممه انها تلبس ده بس انا مبسوطه ان هي اقتنعت برأي امل ان هي تلبس حاجه اطول كملي انت بقى يا امل كملي خليني انا ماسكاه هو الدريس ده بالعكس كان حلو قوي عليها من الجزء ده كان ده لانه مكسمها فعلا هي عندها وسط فده كان حلو قوي بس هو بالنسبه للطول كان هيبين شويه ان رجليها من الحته دي مليانه ده صح فبس كانت هي دي يعني في حلو وفي الاحلى الفكرة هي الأحلى معايا دلوقتي أنا الفكرة إن أنا اتبسطت النهاردة يا جماعة بس إن 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 هي أول ما جت هي كانت ماسكة في الأخضر ده هي ما كانتش قادرة تشوف قد إيه اللي هو نشوف أول واحدة تاني قد إيه هو معرضها هي عاجبها وأكلنا إحنا كبنات أي حاجة ممكن نمسك ده أول واحد بس مش حلو هو حلو على الشماعة بس ما كانش حلو عليها هو فعلا مظبوط أنا أول ما قلت لي قلت لها ده هيعجبك وهم بسم الله كلهم حلوين بصراحة عالي جدا بصراحة وأورجينال يعني الأشياء دي كتير حلوة فكرة أولية لما تلاقي حدا مثلا شوي جسيم بتروح على الأشياء الواسعة شوي مشان تضيع له جسمه بس كانت هي برضه واسع يعني الدرس اللي لبسته كتير حلو عليها هي برضه كانت عايزه صح هو ده كان اختيار ثالث بس برضه عشان كل قطعه عجبتني بصراحه ايوه اكتر من الميك اب بصراحه زي فينا الميك اب تحفه برضه لو سمحت طب قولوا لي حاجه يا جماعه لو كانت هاجر مرشد ويونس لو كانت هاجر لبست خلينا بقى في اللي هي حباده عشان هي هتخس وتلبس يونس ومرشد لو كانت لبست حاجه زي كده كان اللوك كنت هتعملي له لوك ايه؟ في شعرها كان هيفضل زي ما هو الميك اب ايه؟ بالنسبه ما بعرف ميك اب مع المتخصص استاذ محمود بس بالنسبه للشعر لا ممكن حلم الشعر شوي صغير لانه شوي. طبعا هيدا شيء وهيدا شيء اي شيء تلموا ايه؟ تلموا شنيو يعني؟ مش شنيو طبعا يعني لمه بسيطة بيستاهل تلم الشعر يتلم عن السوالف شوي وشها بيستحمل اذا لو طينا على الواطي اوكي يعني فيك تعطيها اشياء روماني شوي اوكي لانه الابي الياقه بتقولوها بالمصري ما بعرف شو الابي صح؟ ايوه على الرقبة طبعا فيك تعطيها شوية روماني خفيف اللي هو بيقولوا طبعا كان هيليق جدا طب مرشد كنت هتعملها ايه؟ انا اكيد كنت هستغنى عن الاي شادو الجرين ما كنتش هحط لها مش جرين مع جرين مش هينفع يبقى جرين مع جرين هيبقى تو ماتش وممكن كنا ان احنا نعمل ايرث كولر بقى في العينين الوان ترابيه توضح حلاوه عينيها وكبر عينيها وممكن الروج كمان ممكن يفضل احمر او ممكن يبقى نيود يبقى الوان نيود طب عايزاك اقول سوري اما بالنسبه للكولر نفسه انا كان ممكن ايه بالظبط ده ما العب بالاشقر كنت هتلعب بالايه؟ بالبردو بردو كنت عارفه هتقول كده بصراحه كنت بردو خمري على اللون ده واو واو طبعا واو دي بقى بيبقى احنا لازم برضو نبقى بص يبقى البنات اللي بتكلمني تقول لي انا شعري لونه كذا البس ايه ما انا المفروض لشون احنا لما نغير اللوك بنشوف شو هتلبس انا بيشتغل على اساس اللبس بس افرض ما كانش لايق معاه هو البردو اصلا ما انا بعمل تيست بالاول لازم التيست خلاص بقى اليومين دول هو تعقيبا على كلامه ان وبنفس التكنيك اللي هو قالها دي انا الاول شعري اسود وما خاف جدا ان انا احط فيه اي الوان
فاتجرأت بعمل فاينلي بالظبط وعملت الخصله دي. كانت الاول قش كانت لونها جراي بس كتير حلوه عليكي ميرسي. وبعدين قلت بقى ايه لا نجرب بقى البوردو كمان. ف طيب عايزينكم كده سريع مرشد ايه لوك السنه دي؟ ايه لوك الميك اب خلاص 2018؟ هو طبعا معروف الاي لاينر التخين جدا بولد كده بزياده يعني ما لسه عاملاه في التقليد بالظبط ده والالوان اللبس النبيتي الاحمرات النبيتي اللي هو مات مش بيلمع ده اكتر حاجه فعلا. يونس اكتر حاجه ايه غير اللوك ده موضه 2018 كالوان ولا كقص؟ كله. نحن شوي استغنينا عن القصير الفتره هذه بلش من كتف ونزول يعني الى حد ما طويل طويل خلاص. الالوان اللي زي ما شايف الالوان اللي الترابيه كثير دي السنه دي كثير القشات الغوامق مش الفواتح شوي على جولدات برضه الغوامق الجولدات طبعا موضه البوردو بيرجع تاني كل اول شيء ده بتلاقي البوردو طلع بقوه وبرجع بيهدى اول الصيف ده طبيعي. الالوان ما بقاش كتير فاتح قوي يعني مثلا عامل الطرف فاتح شوي اوكي بس هو المفروض بالنص اللي هي العاطي على الرمادي غامق شوي. هيدا الموضه 2018. وامل اللوك السنه دي ايه؟ انت قلتي الالوان النبيتي والزيتي. اللوك السنه دي حلو جدا لانه بيجمع ما بين ديفرنت تكتشرز يعني ممكن تلاقي قطيفه وفرو وجلد متداخلين مع بعض. اللوك السنه دي فعلا مختلف وحلو وفي لعب كتير. هاجر انت بتحبي تمشي على الموضه ولا اخبارك ايه ولا كنت شاريه دماغك ولا ايه؟ لا مش قوي بصراحه لان كمان بحكم الروتين والشغل وكل يوم بيبقى الموضوع صعب قوي ان انت يعني تكمتد بستايل معين او بالفاشن. بتبقي اكتر رايحه للحاجه اللي هتريحك يعني هتسرفايف معاكي اليوم يعني. وده غلط. ليه ما تدلعيش نفسك يعني؟ انا جيت اهو جيتي اهو تدلعي نفسك. مرشد اكتر خطا او نصيحه عايزه توجهيها البنات في راس السنه وهي قاعده كده طبعا نازله فرحانه بشبابها اوكي نازله الحفله انها بيعملوها غلط شكلها بيبقى وحش؟ هو اكتر حاجه سعيده في الميك اب في ثقافه البنات عموما يعني ان هم بيغيروا في لون السكان بتاعهم فاونديشن. هو مهم جدا جدا ان اي بنت تعرف اللون المناسب ليها قوي المناسب ليها جدا وده زي ما قلنا قبل كده ان هو بيبقى من الرقبه نفس لون رقبتها ده لازم يبقى نفس لون الفاونديشن عشان مهما اذا كان عندها بقع او مشاكل في السكان بتاعها يتغطى بشكل طبيعي. لا وبيبقوا شكلهم مغير اللي افتح بشرتي فاونديشن واروح ثلاث اربع درجات ببقى عامل طبيعي بيغير وطبيعي لما بيتغمق بيزرق يعني كل الحاجات دي احنا لازم نماتش على اللون الطبيعي للبشره بتاعتنا. وبعد كده لو لقيت نفسها حاسه انها فاتحه او كانت في خدودها احمر شويه لغيته بالفاونديشن البلاشر ورسمه العين واللبسه هيظبط كل حاجه. يونس برضو الخطا اللي بتشوف البنات وهي نازله في راس السنه بتعمله ما حدش من اي صبيه بحياتها تحاول تغير كلر بالبيت. ده اكبر خطا بيعملوه بحياتهم. ليه بقى؟ بيعملوا كلر بالبيت على اساس انه على امل انه هيظبط معهم. هو ناوي انه يظبط معهم بحياتهم فبنضطر نحن متعذب وبعذبوا شعرهم برضه وبقطعوه. ده حقيقي وبيظبط اللون الا عند المتخصص. عارف ليه يا يونس؟ عشان هم بياخدوا العلبه اللي عليها البنت وهي شعرها صعب ما حدش ياخد من العلبه اللي على البنت مش هيطلع ده الشعر مستحيل يظبط. فانا بنصحهم ما حدا يحاول يغير اي كلر بالبيت او يعمل اي نوع كراتين بالبيت لانه ده كله بضر صحتك بضر اولادك بالبيت بضر حتى البيت كله. البلد تغير كلر لازم تغير عندك متخصص كوافير متخصص بالالوان. برضه انت الخطا امل اللي بتشوفيه بنات وهي نازله اخطاء زي اللي كانت هاجر هتعملها هو طبعا الخطا الشائع الاكتر ان الناس يعني بتبص ايه الموضه السنه دي كذا خلاص تلاقي كله عملها بغض النظر هي هتليق ولا مش هتليق. هي دي المشكله. هتليق مع الايفنت اللي انت رايحاه هتليق مع شكلك هتليق مع سنك يعني في كذا حاجه لازم تفكر فيها عشان تختار الاوتفيت المظبوط. ده حقيقي لان انا بشوف ان اللبس ده حاجه مهمه قوي هو برواز الانسان هو اللي بيخليه يحب نفسه ويبقى عنده ثقه في نفسه.
هو كل حاجه بصراحه بالظبط. هو الشعر كان لما بيبقى بايظ بننزل متعكنين، ميك اب مبوظ بتنبسط اكتر. يمكن بقى مركبنا شعر هي مبسوطه، هي ضحكتها على قد ضحكتها صح. ايوه فجاه تحولت صارت نفسيتها حلوه صح ولا جدا؟ المفروض انه كل ايه دلوقتي؟ لا مبسوطه، مبسوطه قوي، مبسوطه من كل حاجه. اصلا الاكسبيرينس لوحدها حلوه جدا، تعبتوا معايا، كل حاجه حلوه. انت جرأتني قوي في الميك اب، انا بعد كده على فكره هستخدم. انت لازم تحطي روج احمر على فكره. لا لا بجد والله، يعني هو فعلا شفايفها هو يا دي على فكره شفايفك بتاعت الروج الاحمر. هي دي الفكره، انا عمري ما كنت باجي ناحيته خالص، هو جرأني عليه قوي وخلاني احس فعلا ان عيني حلوه، يعني فيها حلوه نقدر نعمل فيها حاجات كتير. هيبقى فارق معاكي قوي لما تحطي الروج الاحمر ده من غير الاخضر. اوكي هيبقى خطير، هجربه وهبعت لك. وشعرك خلاص طولناهولك عملناهولك وخلاص. يعني فعلا يعني احلى حاجه حصلت، انا كان نفسي قوي حتى يعني ماما زمان. المصريات مش هتتغير والشعر ايوه انا ده ولا على مدار ايه احنا بالشعر لا واللون، يعني هي الفكره بس مش في لا لا اللون، لا الالوان بجد غيرتني يعني شكلي تماما. يعني انا لو مش عامله اي حاجه بس نازله بشعري كده حاسه مبسوطه، انا مبسوطه. عارفه ليه؟ لانك انت كان نفسك تعملي كده جدا وما عرفتش، ما حدش عارف يترجم لك انت عايزه ايه او انت ترجمت لحد عايزه. انا فعلا كنت بخاف من فكره ان الالوان دي استخدمها مع اي حد او حاجه، بخاف لان هي ممكن تدمر الشعر، ممكن يحصل اي حاجه. فكره الاكستنشن نفسها بخاف تشد الشعر، ما حسيتش باي حاجه، حاسه ان هو طبيعي جدا شعري، مفيش اي مشكله. واللبس متهيألي خلاص فهمتي نلبس ايه؟ اه خلاص انا كده اتعلمت، بس انا هخس بقى علشان اختار كل اللي انا عايزاه براحتي. نخس بقى، نخس ونيجي كمان السنه الجايه ونشوفه تراث السنه اللي جايه. اوكي ان شاء الله. حاجه بجد بشكرك جدا بجد، شكرا لحضرتك ان سمحتي بالفرصه دي لا معانا وكل حاجه بجد. مرشد يونس امل بجد بشكركم، انا راضي على اللوك، اللوك عاجبني جدا بجد، بشكركم انه جيتوا، وبشكركم على المجهود اللي عملتوه معايا. حبيبه قلبي كده. احنا بنشكرك لان طبعا ان انت اديتي فرصة لحد ان يكون مبسوط، وان احنا نشتغل كلنا كتيم علشان انا هدفي ان الناس اللي قاعده كمان بجد في بتتفرج علينا تبدا تتعلم وتبدا تفهم ايه اللي تعمله صح وايه اللي تعمله غلط. عشان كده انا بعمل الفقره دي عشان البنت تتبسط والناس كمان اكيد الناس كلها تتبسط كمان. بشكركم جدا، كل سنه وكلكم طيبين، واشوفكم طيب في 2018 ان شاء الله. كلك ذوق حبيبتي، كلك ذوق. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني على طول. ورجعنا لكم تاني، وزي ما قلت لكم الفقره النهارده هتعجب كل البنات والسيدات والرجاله كمان. موضوع دايما بتكلموني فعلا يوميا وبتشتكوا، وعلى الفيسبوك واسئله، شعري بيتساقط، شعري بيتساقط، عندي سقوط، مش عارفه اعمل ايه. النهارده يا جماعه هنتكلم على تساقط وسقوط الشعر، هنعرف ايه الفرق ما بينهم، هنعرف ايه الاسباب الداخليه والخارجيه، وهنتكلم كمان على احدث تقنيات تساعد في الموضوع ده. ضيفتي النهارده يا دكتوره ندى رضا، استشاري الامراض الجلديه والعلاج التجميلي بالليزر، وعضو الكليه الاوروبيه للتجميل والجراحه في عيادات جوليات. مساء الخير يا دكتور. دكتور انت جايه في توبيك يعني بجد والله، يعني انا من ساعه ما انا اشتغلت الشغلانه دي مفيش يوم بيعدي، مفيش سيريسلي بيعدي غير لما حد لازم تسالني شعري بيتساقط او شعري فيه سقوط اعمل ايه. خلينا الاول نعرف يعني ايه تساقط ويعني ايه سقوط. كل سنه طيبين اولا، هابي نيو يير، هابي نيو يير للجميع. طبعا انا عايز اقول لك ان احنا برضو في العياده في ضمن 10 كشوفات من ضمنهم حوالي 4 إلى 5 سقوط شعر. بالظبط. سقوط الشعر او تساقط الشعر. في عندنا حاجه اسمها تساقط وسقوط. السقوط ده عباره عن انك بتعملي سبب او حاجه تخلي الشعر يقع. اوكي. يعني ايه؟ يعني عملتي تراكشن، شديتي شعرك لورا بقصدك مثلا، او شديتي شعرك لورا نتيجه ان غطاء مغطيات بحجاب او بغطاء تايت على الشعر، او انك استحميتي وسلبتوش كويس بعد الحمام. يو بروديوس تروما، يعني انت عملتي انت سبب، اللي عملتي حاجه بايدك. حطيتي عليه تريتمنتس معينه زي الحاجات الجديده كلها بلا استثناء، سواء الكيراتين او البروتين او الكولاجين. اسمعوا يا جماعه من دكتوره اهي كلها فيها فورمالدهايد، فكلها بتسبب سقوط شعر. كان زمان اسمه البيرم، ايام ما كنا الثمانينات وكده كان اسمه البيرم. الاثنين فيهم مواد كيميائيه ضاره جدا، وفي الجديد ده كمان فيه فورمالدهايد، وما فيش حاجه اسمها فورمالدهايد فري. عشان برضو نخلص الكلام ده، نخلص فدلوقتي كل العلاجات دي بتسبب سقوط في الشعر. التعرض لموجات حراريه عاليه سواء بقى الفير او السشوار
او الهيت الاوفر هيت عشان خاطر تفرد الشعرايه كتير، كل الكلام ده بيسبب سقوط الشعر. دي اسباب سقوط الشعر، برضو منها الدايت الشديد قوي، الرجيم، بتعمل رجيم خاص عشان تخس بسرعه. دي سقوط ولا تساقط؟ لا دي سقوط، دي اسباب خارجيه. دي اسباب خارجيه، اسباب خارجيه. أوكي. ما حصلش حاجه من جوه الجسم نفسه. اوكي. ساعات سوء التغذيه اللي هو المال نيوتريشن بتبقى من ناحيتين يعني. أوكي. ساعات برضو بتعمل تساقط، هو التساقط الحر. اوكي، هقول بعد كده يعني ايه التساقط. اوكي، فكل الحاجات دي بتعمل سقوط في الشعر. انت بروديوس سمثينج تخلي الشعر، احنا اللي عملناه بايدينا، احنا اللي عملناه بايدينا. أوكي. او بجراحه تحويل المسار او كل الكلام ده، من غير ما تاخد سبلمنتس. اوكي، يعني من غير ما تاخد مكملات غذائيه. ماشي. فدي كلها بتعمل تساقط. السقوط الحر بقى اللي هو تقولي لعيني انا بصحى الاقي شعري على المخده. اوكي، دي حاجه تخليني اقف بقى يعني. دايما اقولها لحضرتك وانت بتسرحيه بيقع في الحمام وانا بستحمى بيقع، ده كل ده طبيعي. أوكي. ممكن تقع 100 شعرايه في اليوم، نورمال، طبيعي جدا. طب معلش بدون مقاطعه كلام، التساقط هل برضو 100 شعرايه بتقع في اليوم ولا لا؟ تقولي انا بلاقي شعري على المخده، قلت لي مليان المخده، اقول لها عديهم بقى. لا ده التساقط الحر اللي هو ما عملتش. لا انا قصدي انت لخبطتيني، التساقط الاولاني انا عملته. ده برضو بيبقى 100 شعره؟ 100 شعره في اليوم نورمال. أوكي. حتى لو انت بقول لك خففي كل اللي بتعمليه بقى. أوكي. الغي كل اللي بتعمليه ونعد تاني. أوكي. وناخد علاج. أوكي. التساقط بقى لو ما عملتش اي حاجه، تقولي انا بصحى من النوم الاقي شعري على المخده، انا ببقى قاعده كده بتكلم الاقي شعري بيهر. يعني كلمه العاميه في مصر بيهر، بيهر مني على. فدي على طول بعمل تحاليل بقى. أوكي. انيميك، ممكن تكون سيفير انيميا. مش نتيجه دايت او كده، لا انيميا حاده. ممكن تكون الغدد الدرقيه او الغده فوق كلويه، ممكن تكون تعمل اسباب دي. ممكن ادور على اسباب تكون امراض صدر او بتاخد علاجات طويله المدى وهي مش واخده بالها. في ناس تاخد علاجات معينه بتسبب لسقوط، زي مثلا الذئبه الحمراء. كل الامراض معينه بتاخد لها علاجات بتؤدي الى تساقط الشعر، ما بتبقاش واخده بالها. أوكي. هي ما بتعملش حاجه خالص، ولا عملت صبغه ولا عملت اي تريتمنت، تقولي شعري بيقع. دي بتخليني احلل. عشان كده الناس لازم تعرف ان في حاجات، لا خدي بالك انت سبب في سقوط الشعر. اوكي. طب دكتور دلوقتي انا لو داخله عليكي العياده اوكي كنت عامله كرياتين وكل الحاجات دي، لكن عندي تساقط غير طبيعي، هل لما حد بيخش عليك العياده كده برضو عشان تطمئني بتعملي تحاليل، ولا خلاص بتاخديها انها عملت تريتمنت؟ لا هي لو ادتني سبب طبعا التحاليل بطلبها تو بي ان ذا سيف سايد عشان اطمن على الغدد برضو. ممكن تكون عشان ابتدي العلاج، وانا مطمئنه. أوكي. لكن في حاجات ببقى انا عارفه كويس قوي ان هي داخله تقولي انا عملت مثلا كرياتين من 3 اشهر وشعري واقع، يعني هي ادتني السبب يعني على طول. طيب خلينا نمسك حاجه، لو حد دخل لك وهو اللي عمل السبب بايده، ايه طرق العلاج؟ طرق العلاج بتبقى على حسب سنه وعلى حسب حالته الصحيه العامه، يعني على حسب وعلى حسب اسلوب حياته برضو. خلي بالك انا لازم حاجه اسمها patient selection، يعني لازم انقي العيان بتاعي ان كان هيقدر يواظب معايا على جلسات طويله المدى على مدى سنه، ولا هو كل شهر يجي لي مره وخلاص وبعد كده يكمل في البيت. يكمل في البيت يعني هياخد سبلمنتس، هياخد حبوب فيتامينز او حقن، وهيمشي على بخاخ. عايزه الفت نظر الناس اللي هيمشوا على بخاخات، دول هيبقى دايما علاقتهم بالدكتور وطيده، لان احنا هنغير البخاخه نوعها وهنغير عدد البخات، عدد الرشات. اوكي. فبالتالي ده هيمشي فور لونج تايم، مش هتقولي مثلا انا مشيت على بخاخه شهرين ثلاثه ما جابتش نتيجه. اوكي. اي علاج للشعر عشان المتفقين 4 شهور. مش هنحكم على اي علاج نجح او فشل الا قبل 4 شهور. ده بيبقى التساقط اللي هو انا عملته بايدي، انا عملته بايدي. يوقفوا الاول طبعا السبب ويقعدوا ساكتين يبطلوه، وما بين سبلمنتس حقن بخاخات، وعلى حسب السن. لو سنها صغير وحالتها الصحيه كويسه تبقى مثلا ميزوثيرابي، اللي هو علاج الميزوثيرابي للشعر بحاجات مختلفه، سواء بابر عاديه او بالديرما بان او بالديرما رولر. أوكي. على حسب. عاده الرجال بنرجع لهم الديرما رولر عشان ما تقطعش الشعر، تدي نتيجه بسرعه ومش مؤلمه قوي. على حسب الحاله بعد كده، لو شعرها قليل وقع قليل مش وقع كتير يبقى برده ميزوثيرابي. لكن لو حاجات اشد سقوط اكتر، انا شايفه ان فروه راسها ضعيفه ما فيهاش شعر كتير، بضطر الجا ان انا احقن بي ار بي. والبي ار بي بالنسبه لي عمليه سهله ومضمونه ومكوناتها قدامي. طب دكتور عشان ما نتوهش الناس، سواء بقى سقوط سواء تساقط، انا اللي بحدد. انت تحددي. قولي لنا ايه التقنيات اللي موجوده، واحنا النهارده لو تحبي ممكن نبتدي دلوقتي عشان نبدا كده. احنا هنعمل معاه ميزوثيرابي صح؟ هنعمل ميزوثيرابي. هقول لكم ايه الفرق في الميزوثيرابي بين ان انا اعمل ميزوثيرابي لوحده وميزوثيرابي بستام سيلز، والكومبوننتس بتاعت الميزوثيرابي هي. طب خلينا واحده واحده عشان الكلام الانجليزي كتير ده هيتوه الناس. الاول يا دكتور، ايه التقنيات الموجوده؟ التقنيات اللي موجوده عندنا هي، لو الكاميرا معانا هنا بتصور هتقدر تصور لكم حاجات بسيطه قوي. دي حاجه اسمها الديرما رولر، دي عباره عن عجله كده وليها سنون، وفي حاجات بتتباع منها على فكره على النت وعلى الكلام ده، لازم ما حدش يشتريها لما يبقى عارف تركيز السن بتاع كل حاجه لايه. في حاجات للشعر وحاجات للوش وحاجات للجسم،
ما ينفعش ان احنا نقول كل ده المرارر على النت او الفيسبوك نشتريها من غير ما نعرفين هي الايه بالظبط. ودي ما بحبهاش الناس اللي شعرها طويل عشان بتقطع الشعر. أوكي. الا لو بشتغل في الفرونت لاين في الخط القدامي بس اللي من هنا الاماني. أوكي. ده بيبقى ساعات ده المرارر ليه كويس. أوكي. وفي حاجة بتبقى الحقن العادية خالص بس طبعا بغير السن. أوكي. دي بياخد بقى من فايلز معينة زي ما احنا عاملين دي بس عشان اختصارا للوقت عملنا دي منها عبارة عن مكونات فيتامينز ميزوثيرابي. أوكي. وفي حد ناس ساعات بيحط حاجة زي الجروس فاكتورز. أوكي. أو الأمبولز تبقى موجود فيها حاجات زي الستام سيلز. أوكي. يعني كل حاجة من دول ليها تركيبة. فإحنا عندنا الستام سيلز والخلايا الجذعية. دي عبارة عن البلاسينتا أو المشيمة بتاعت أجنة. بتتصنع صناعيا بيتاخد منها معامل محفزات النمو. أوكي. بتتعمل في مصانع مش في مش وبتتباع أمبولز والميزو والميزو اللي هي الفيتامينز والجروث فاكتور. الجروث فاكتور اللي هو ايه؟ هي عوامل نمو لوحدها بقى حاجات صناعيه لوحدها بتتعمل عشان خاطر تنشط انتاج حويصله الشعر انها تعمل ماده الكيراتين والميلانين انها تطلع شعرها هيلثي. اوكي. ودايما بنحط مع اي تركيبه من دي نسبه سالاين محلول دايما ما نحطهاش مركزه عشان ما تلسعش قوي. اوكي. وبنحط البنج. بنج ليه؟ عشان ما توجعهاش. ما توجعهاش. طيب على حسب الحاله انت اللي بتحددي. اتخضيتي دلوقتي اول ما ابتديت البس الجوانتي اتخضيتي على على حسب الحاله شعرها بيتساقط من بالزبط. ايه او وات ايفر انت اللي بتحددي. طيب exactly. لو احنا النهارده هنعمل ميزوثيرابي صح؟ هنعمل ميزوثيرابي. طيب. ميزوثيرابي هو فيري سمبل. اوكي. انت بترشحي لحالات ايه؟ أمينة صغيرة على فكرة اسمها أمينة. أمينة أمينة صغيرة في السن. أمينة 17 مش كده. أمينة شعرها كويس بس عندها ضعف نتيجة برضو تريتمنتس قدام شوية. فعندها عندها سبيسز عندها زوايا ابتدت تفتح. فالزوايا دي احنا لو شفنا كده هي الزوايا دي اللي ما بحبش انها يحصل لها ريسيشن ترجع لورا لكن هي شعرها بوجه عام كويس. هي بتشتكي دايما من الفرونت لاين ان هو الفرونت لاين هو اللي عندها ضعيف. فاحنا دي مثلا حاله مش محتاجه ان احنا انا جاي حتى جايبه الديرما بان عشان نشوفه. الديرما بان بيبقى عباره عن جهاز كده والابر بتيجي كده اهي بس احنا عشان خاطر الوقت فاحنا مش بتتفتح لكل عيانه الديرما بان بتاعتها. اوكي. وبيشتغل بيشتغل ايه؟ بابر صغيره قوي. انا عايزه مش عارفه كاميرا هتجيبها زي دي كده. لا الكاميرا جايبه كل حاجه. جايبه كل حاجه. احنا هنشوفه دلوقتي عم نشغله ممكن اجربه برضو عليها عشان هي تقول لنا وجعه واخباره. أوكي. ايه. وبعدين بعدها بنعمل الكوكتيل بتاعنا. احنا اللي بنقي كل التركيبه بتاعته according to the patient برضو على حسب الحاله. على حسب ايه حالتها. بناخد لها كام من كل حاجه. بناخد كام سلاين. بالظبط. بناخد كام سلاين. انت هتعملي كوكتيل على بعض. بالظبط. ده اللي احنا عملناه دلوقتي وجهزناه. أوكي. عشان الوقت بدل ما نعمل كوكتيل وبنحطه بنحط السلاين. اوكي. السلاين بنحطه حاجه قليله قوي عشان ما يحرقش. اوكي. لان ساعات بيحصل لها اريتيشن. انا دايما كنا الاول بتسحبه طبعا بسرنجه عاديه بعدين بنشيل السن السرنجه دي. اوكي. دي طبعا عشان لازم هي لصحتها هي تطمن ان السن السرنجه بتاعها مفتوح ليها هي. طب في حاله زي امينه. اوكي. هي شعرها ما شاء الله كويس بس من تريتمنت زي ما انت قلتي او من حاجات ابتدى ينحل شويه. بيتحط السن ده هو ده السن ولا بيوجع ولا اي حاجه خالص صغير جدا. اوكي. في وجهه نظرك يا دكتور هي تحتاج كام جلسه من جلساتي عشان شعرها يرجع؟ لا امينه شعرها كويس مش هتاخد اكتر من جلستين ثلاثه بالكثير. فرق بين كل واحده والثانيه اسبوعين ثلاثه. اوكي. 2 تو 3 ويكس هتدي النتائج هايله. لكن في العموم لو واحده كان عندها سقوط قوي جدا انت دلوقتي بتحطي البنج؟ لا بحط الكحول. انا البنج موجود في جوه ال اوكي. سوري بتحطي كحول. طب للحالات اللي هي بتبقى فعلا الشعر يعني كان عندهم سواء انيميا او حاجه في الغده عملوا برضو صبغات من بره يعني الشعر جايلك متبهدل. لا دول بقى ليهم دول ليهم دول بيعيشوا معاكي جوه العياده. لا مش بيعيشوا معايا مش عايزه اخدهم برضو بيشتريني ولا حاجه يخشوا معايا جوه العياده او يعيشوا معايا جوه العياده. يعني بيقعدوا قد ايه يا دكتور تقريبا؟ لا خالص دونت وري انت هتحسي بكده الاخبار شفتي ذاتس ات وليها ديستنس معينه بتتحقن فيها. اوكي. طب دكتور قولي لي حاجه بعد الجلسه في اي وقايه بتقولها لها هتقولي للأمينة النهارده مثلا ما تلعبش في الجيم ما تروحش تلعب رياضه عنيفه. انا مش عايزه انا عايزاكي تركزي. لا 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 انا سامعه انا عادي. طيب. ما تعملش عاده يوم الجلسه ما بحبش انها تستحمى. اوكي. هتحس طبعا بتنميل ساعات في شعرها. طب دكتور دلوقتي انت بتحقني بس في المناطق دي لكن لو كان في هي عشان هي عشان هي لكن الناس الثانيه بيتحقن افري وير صح في الشعر بس ساعات بدخل لاينز بقى دول لاينز وما نتوقعش اي نتائج قبل 4 شهور. لا قبل 4 شهور او تكون مواظبه على جلسات ولازم وهي في البيت هي مثلا هيجي لي كل اسبوعين ثلاثه في حاله امينه ممكن تتنفسي عادي على فكره.
ايوه دون تنش، لو انت موجوعه او حاجه انا ممكن اريحك دلوقتي. تقيه بتضحك طالما الباقيين بيضحكوا كده. انا عايز اقول لك على حاجه، مع اعتذاري للرجال بس هما الستات بتتحمل اكتر من الرجال في الميزو ثيرابي. الرجاله بيقوموا يفطوا منك ولا ايه؟ يعني الرجاله في الميزو ثيرابي بيجننوني وفي البي ار تي بيجننوني. طب كملي كملي لي سؤالي يا دكتور عشان اكيد الناس بتبقى حابه تعرف. هي دلوقتي بصي برضو بوزع ورا يعني برضو بمشي ورا شويه. لا هو الناس يا دكتور دايما بيبقى همها انا هعمل كام جلسه، انا مش قادره، انا ما عنديش وقت. هل في حاجه ممكن الميزو ثيرابي من 3-6 جلسات ماكسيمم؟ ماكسيمم ما بقدرش. لازم خلي بالك في النص بمشيها على سبلمنتس. انا قلت بس قطعت كلامي سوري. في النص بمشي على سبلمنتس. السبلمنتس بمشي عليها بتبقى فيها حاجات بنت امينو اسيدز، احماض امينيه خماسيه الاضلاع. انا اسفه جدا بقول انجلش بس انا على طول بترجم نفسي. احماض امينيه خماسيه الاضلاع، مش فيتامينز بتتخن عشان الناس تقعد تقول لي مش عايز اخد لا، بتبقى حاجات زي بايوتين، زي بيبانثان، زي سيستين، زي كل الحاجات اللي فيها اينز في الاخر. طب دكتور ندى هسألك سؤال دلوقتي. أي حد طبعا كان عنده أي حاجة داخليا مش متظبطة أو خارجيا، لو بطلها وعمل تريتمنت دي أكيد هتجيب نتائج. بس إحنا كده خلصنا الحقن. الحقن وجعك؟ حسيتي بإيه بجد بقى ساعتها؟ دكتور شكشكة. بصي أنا ممكن أجرب لك الديرما بان عشان تعرفي بالظبط وجعه إيه. طب أنا عايز أسألك سؤال. مش أنا آسفة. أنا نسيت السؤال. لا هو الناس اللي عملت تريتمنتس وكده لا 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 لا, لا 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 رجوع الشعر يعني دلوقتي سي واحده عندها 30 او 40 سنه عملت داخليا كان عندها انيميا وغد او وات ايفر وخارجيا كان في مشاكل اوكي. البنت شعرها وهي صغيره كان قد كده. لما بنعمل التريتمنتس بمنتهى الامانه رجوع الشعر بيبقى بنسبه قد ايه؟ لا من 60-70%. لكن ما ينفعش يرجع لا هيرجع بعد وقت. اي كيميكال تريتمنت حط على شفروه الشعرايه حواسيله الشعر يعني متضايقه لمده سنتين يعني. I will never let her to be ما عمري هرجع لها حساسية الشعرية قبل سنتين. قبل سنتين no. لكن هل ممكن يا دكتور ترجع؟ طبعا بترجع. ترجع في عمرها بقى اللي هي ما تتوهمش بالضفيره بتاعت وهي عندها 15 سنه. بس احنا عندنا مشكله ان هي 3/4 الناس اللي بتلجا للتريتمنت بقى اوريدي في سن عندها ريجنريشن باور ضعيفه. يعني طاقه التجدد عندها في الخلايا ضعيفه. بتبقى عامله تريتمنت في الاربعينات في الثلاثينات. طاقه التجدد في الخلايا نفسها ضعيفه. فبالتالي ما بتبقاش معانا العينه تستجيب بسرعه. الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي في التريتمنتس اللي احنا بنعملها بتبقى كويسه لو العيانه مستجيبه معايا في البيت بتمشي على الكلام اللي انا قلته. اوكي احنا كده خلصنا تقريبا. حسيتي بوجع بجد؟ شفتي بقى هو ده. طبعا هي الفرونت لاين ده اللي بيتعمل وهي ما شاء الله خدته كله من غير ما تحتاج الديرما بان ولا حاجه. بس انا حبيت اوري ان الديرما بان هي عباره عن ابر صغيره كده بتتحط في كهرباء وبعد كده بتخش فروه الراس. ده حالات ايه اللي تعملها؟ يعني بصي حتى عشان يتجرب انا عايزه ده ليه ما استخدمتهاش الديرما بان؟ مش محتاجاها ايه كشعر تساقط يعني؟ مش محتاجاها. شعرها كويس. فالديرما بان شعور اريتيشن بيبقى شعور مزعج شويه. هو اقل الما من الحقن. اوكي بس ايه الفرق ما بينهم؟ ايه الفرق ما بين ده بيدخل كميه اكبر في سنون اكتر يعني سنون اكتر. أوكي. دي بتوزع الماده اكتر. الابر بيبقى لوكالايزد. هي عندها الحتت لوكالايزد اكتر يعني عندها الحته هنا دي الحتتين اللي ورا دول هي لحقتهم ان يعني هي خدت بالها ان دول بيرجعوا ودول بيرجعوا التو سايدز دول فدول بيتاخدوا حقن. الديرما بان لو انا عندي بقى في اللاينز ضعيفه فبمشي بيها ضعيف لكن هي شعرها كويس ما شاء الله فمش بس عندها التو ريسيشنز دول ذاتس ات. طب جماعه احنا بس هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني على طول. رجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع دكتوره ندى رضا. دكتور احنا اتكلمنا على الناس العاديه اللي عندها مشكله سواء داخليا او خارجيا. الصلع بقى. الصلع والذات النسائي اوكي. اخباره ايه؟ هل الحاجات دي بتنفع معاه؟ هل لو بالذات الرجاله خلاص يقول خلاص بقى انا راح اراعم انا بابايا او عمي نتعامل ازاي معاها؟ الصلع الوراثي احنا عندنا لازم نرفع 60% من الرجاله يعني 6 من كل 10 رجاله حوالينا في الاستوديو كده هيصلعوا عشان هيصلعوا فاحنا 60% من الرجاله وحوالي 40-50% من الستات. أوكي. الصلع الوراثي بيبقى في الرجاله بيحصل من فرونتل عشان نبقى عارفين بيجي من الاول يحصل له ريسيشن الشعر يرجع لورا يتبقى الجناب ده الصلع الرجالي وراثي. الصلع في المراه لا بتحتفظ باللاين موجود لكن يبتدي الشعر يخف من النص تحس انه ابتدى يخف شويه من الجناب لكن ما بيحصلش الريسيشن اللي هو الحته اللي في النص اللي تقرع قوي. الصلع الوراثي انا بحارب جين مفيش حاجه اسمها هوقف جين او همنعه. انا كل ما فيها ان انا باجل ظهوره
يعني اي ديلي الاكسبريشن بتاعه، ان هو ما يعبرش عن نفسه في وقته. أوكي. فبالتالي هو طول ما هو ماشي معايا بعلاجات وهو بياخد في البيت البخاخه او التريتمنت او السبلمنت مش هيظهر. لو توقف عن العلاج هيظهر. اوكي. فبالتالي ما فيش حاجه اسمها ان انا بمنع الصلع، انا باخر ظهور. اوكي. الصلع بيبقى نتيجه وراثه طبعا. ده رجاله وستات. رجاله وستات وهو دوميننت، يعني لو موجود في العيله هيظهر. لو موجود عند الاب عند الخال عند العام متوقع ان واحد من الاولاد يجي لهم. أوكي. واحد من اربعه هيجي لهم الصلع. في السيدات نفس الحكايه برضو، ان شعر هيخف عاده من ناحيه الام كمان. يعني لو مامتها شعرها خفيف هتطلع البنت شعرها خفيف. اوكي. الصلع في ناس للاسف الولاد بيبدروا منه بايه؟ انهم بيحطوا برودكتس على شعره. الجل وبعد الجيم وبعد الكلام ده بيحطوا القصات الجديده بيوقفوا. فطبعا عندهم حاجات معينه بيحطوها كريمات وكده بتاثر عليهم زياده. فبيصلعوا بدري. ده غير اسلوب الحلاقه برضو، ساعات بيحلقوا باسلوب عنيف قوي فده بيأثر على حركه الشعر. يعني قصدك بالمكنه وكده؟ المكنه اللي هي زيرو على طول دي، فالشعرية بيحصل لها تروما فما بتطلعش هتلحق تطلع. طيب دكتور ندى، بالنسبه للناس اللي يعني بعد شعر علينا كلنا كانسر، اللي خدوا كيموثيرابي والكانسر وكده، هل دول شعرهم ممكن يطلع طبيعي؟ طبعا بيطلع. هل التريتمنت دي بتقدر تساعدهم جدا؟ ايه بقى اكتر حاجه؟ اول ما بيبطلوا حضرتك الكيموثيرابي بعد كده بيجوا يعملوا علاجات سواء ميزو او بي ار بي او حتى سبلمنتس لوحدها بتطلع الشعر، حتى لو حطوا البخاخات لوحدها. لان ده كان حصل نتيجه الكيموثيرابي، توكسينز عباره عن سموم بتخش الجسم بعد الشعر عن كل بيسمعونا يعني. فدي بالتالي بتاثر حيثة الشعر جامد جدا. اول ما بتوقف الكيموثيرابي شعرها بيبتدي يرجع جرادولي طبيعي وبيطلع قوي كويس، بس بيطلع يمكن لو هي في سن مبكر سن متقدم بيطلع الشعر ابيض، لكن بيرجع عادي الشعر يطلع تاني مع شويه. طب دكتور ندى، بالنسبه لل اكتر حاجه او اكتر حاجه انت شايفاها فعلا خارجيا ممكن تاذي الشعر وما تساعدكيش انت في المعالجات الستات بتعملها؟ التريتمنتس اللي هي الاسلايب اللي هو الكرياتين والحاجات دي، الكرياتين والبروتين والكلام ده، او اللي هي بتروح للشعر لكوافير كل اسبوع مثلا مرتين ثلاثه بتجهد شعرها، او اللي بتصبغ كتير. احنا ما نسينا نتكلم عن الصبغه على فكره في الحاجات دي كل حاجه، لكن ايه اكتر حاجه اللي ممكن تضايقك انت التريتمنت اللي هو تحسي لا انت لو كنتيش عملتي كده شعر كان ممكن يبقى احسن من كده بكتير؟ كتير جدا. انا بشوف شعرها سبيشالي البنات الصغيره اللي عندها مثلا 20 21 سنه وعامله كيراتين او بروتين او كولاجين او كل الكلام ده، بحس ان هي دمرت شعرها بدري. لسه بدري، احنا كنا زمان بنعمل باستشوار ونروح جامعه وعادي جدا، ما كناش بنلجا للحاجات دي وكانت الرطوبه موجوده وكده. احنا نسينا نتكلم على حاجه برضو في الحاجات الطبيعيه اللي بتسبب سقوط الشعر، الولاده. الولاده طبعا بوست بارتم بعد الولاده، ده اسمها تالوجن افلوف، الشعر هيقع وهيرجع تاني. يعني فمش عايزين اي سيده تعرضت لحادث سعيد انها ولدت انها تقلق تتشد انها شعرها وقع، ده طبيعي جدا. ده هرمونز بتتظبط بعد حوالي الطفل ما يتم الشهر الرابع شعرها بيرجع تمام. يعني ما تلجاش للدكاتره؟ لا، بعد في خلال اول 3 شهور للامانه، في خلال اول 3 شهور ما تقلقش. بس لو سمحتي تاخدي سبلمنتس بقى. أوكي. تاخدي حاجات معينه فيها حديد، لان انت عاده ساعتها بترضع الست بترضع بتنسى تاخد حديد. أوكي. لاقي عظمها وكالسيوم عظمها وشعرها بيبتدوا يعانوا شويه من ضعف. لكن دكتور مش ممكن بعد 3 شهور تلجا بقى للطبيب؟ لو التساقط كمل. طب في حاجه تحبي تكلمينا عليها دكتور عن البرودكت ذات نفسها؟ لان دلوقتي طبعا زي ما في عيادات كويسه ومراكز كويسه، في حاجات ثانيه برضو ما اعرفش بيحطوا ايه في ايه، فازاي نعرف؟ ازاي نعرف المنتج ده كويس؟ ازاي نعرف ان هو ده هيتحقن فهيساعدني مش هيضرني؟ البرودكت اول لازم تبقى عارفه بلد المنشا بتاعه فين. احنا طبعا عندنا برودكتس معروفه انها ليها ريفرنس. يعني ايه ليها ريفرنس؟ ان هي اتسجلت في الجمعيه الاوروبيه بره في المنتجات الطبيه، او جمعيه الامريكيه، او اف دي اي ابروفد اللي هي فود اند دراج اسوشيشن، خدت موافقه. كل الكلام ده بيبقى برودكتس ليها ريفرنس، يعني ليها 10 سنين في الماركت، ليها 8 سنين في الماركت. ماركات يعني زي ماركات الكريمز بالظبط، براندز ليها براندز. لكن الحاجات اللي ما تبقى ودي تبقى موجوده في عيادات كبيره، عيادات كويسه، بيبقى الدكتور نفسه خايف على سمعته ان هو بيشتغلش بحاجه اي كلام. بتبقى تلاقي نفس البراندز، يعني ممكن اغشش العينين في العيادات، حتى عيادات ثانيه على فكره. اما تلاقي ان في سيكتور براندز واقف قدامك كده، تاكدي ان الدكتور مصمم على براند واحد او تو براندز. لكن ما تلاقي مثلا ثلاثه ديرما لورال من ماركه، ثلاثة ديرما رولر من احنا بنشوف ساعات في عيادات او في حاجات كده، ده غلط، لان هو ده واحد بيجرب من كل البراندز. لكن هو لو واحد عنده لاين اوف برودكتس معينه، الشركه بتحترمه وهو بيحترم الشركه. يعني دايما اقول ما يبقاش عنده من ده ومن ده ومن، لا ما ينفعش، هو ماسك لاين اوف تريتمنت وماشي عليه. زي كذلك احنا مثلا عندنا لاينز بتاعتنا معينه في الفيلرز ماشيين عليها، لاينز معينه في البوتوكس ماشيين عليه، كذلك برضو لاين في الميزوثيرابي
والتيوبس بتاعت البي ار بي، البي ار بي كل ما كان سعرها قليل تكاد ان التيوبس مش متبطنه بحاجات كويسه. وطبعا دلوقتي يا دكتور كل ما البراندز دي كويسه زي بالظبط الكريمز الميك اب كل ما هتدي نتائج اقوى للشعر. وهي لو براندز كويسه هتبقى عند الدكاتره مش هتبقى على النت. يعني انا دايما اقول يا جماعه قلت لك انا اشتريت من على النت، ما هو لو كان هو براند معتمد وكويس كان راح للدكتور ما كانش بقى على النت. وطبعا حاجه زي اللي عملتيه دي ما تتعملش في البيت. لا طبعا لا ما بيتقال يا يعني انا بقول لك على فكره اسئله انت اكيد هتقولي يعني امين انت مجنونه تقولي لا ابدا بالعكس يا خالص بس خلي بالك في ناس بيمشوا بالديرما رولر على وشهم ولعلمك انا ساعات بعلم عيانيني ان الديرما رولر طالما مش هحط ماده ممكن هي تنشط الكولاجين الاستين لوحدها لكن الشعر ممكن تقطعه يعني في الشعر بالذات لا لازم تلجا لطبيب ومعلش طبعا مع اعتذاري كل الهير دريسز كلهم صحابي الكفرات تلجا لطبيب مش للهير دريسز ده اكيد الهير دريسز اللي بجيبهم بجد البروفيشنال بيقولوا نفس الكلام انا ما فهمش في ده لازم نلجا لطبيب في ناس تقول انا هروح الكفر وعملت لا في حاجات الحقن والكلام ده رجاء في عياده لان احنا اوريدي بتبقى عندنا فولو اب وعندنا حاجات تعقيم وعندنا حاجات كتير قوي ما بقدرش ان انا اخد الريسك فيها في عند كفر. عموما بجد بشكرك جدا بجد وعيتي ناس كتيره لان انا بشوف الستات لما بيحصل لها مشاكل تساقط الشعر دخولها في سكه غلط ما بتعملش اي حاجه غير بتكبر المشكله اكبر بالزبط. واكبر واكبر وعايزين بس كلمه اخيره يا ريت سقوط الشعر يتلحق مبكرا يعني هو ده ما بيسيب نفسهم ابتدي حضرتك تلجئي طبيب بلاش تقولي ان شعري بيقع بقاله سنه طب حضرتك ما جيتيش لا وحطيت زيت ودلكته في الفرو انا بسمع اصلي حاجات لو حكيتها لك هتضحكي يعني بشكرك جدا نورتي للاسف وقت البروجرام خلصت بجد كل فقرات النهارده تكون عجبتكم قعدت البروجرام بكره الساعه 6 صباحا أقول لكم باي باي وأشوفكم برضو بكرة الساعة 5 وإنتي أحلى